بيكم في هذه السوقية اللي نحاول على كل حال في فترة قصيرة نقدم مشروع يعني تقريبا نخدم عليه حوالي 24 سنة بدأ وقعد تقريبا التخدم فيه بأكثر عمق منذ حوالي 8 سنوات. نقدم الوحيد الدكتور معاذ بركلة ميسر الاستراتيجية الدولية لسنة 2020 للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر الدولي، ومكون في الإسعافات الأولية للجمعية الأوروبية للأنعاش والقلب، ورئيس اللجنة الوطنية العمومية للإسعاف الهلال الأحمر التونسي. شرفني بشكون متواجد معكم في هذه الفكرة الحلوة ياسر. على كل حال نحاول تطريق المهندس المقبل ل ميادين متعددة الاختصاصات اللي ممكن تمكنه باش يكون عنده آفاق أوسع من أجل المساعدة في رقي مختلف الخدمات اللي ممكن تقدم في هذا المجال. بالنسبة لنا على مستوى قطاع الصحة في تونس اللي هو ننطلقوا منه على مستوى الواقع نتاعو والآفاق نتاعو، بطبيعة الحال كلنا نعرفوا ذات الوضعية الموجودة على مستوى هذا القطاع اللي يعود أساسا إلى استراتيجيات يعني أفدت العقم نتاعها في عديد من النقاط. وحاولنا طيلة يعني السنوات الماضية رصد أهم العناصر اللي خليت الوضعية تكون متفاقمة بالكيفية هذه على مستوى الواقع نتاعنا في تونس. إذن بالنسبة لنا على مستوى الصحة في تونس على مستوى الأعمال نتاعها ترتكز أساسا كما نشوفوا مع بعضنا على مستوى الصحة المدرسية والجامعية، الرعاية الصحية الأساسية، المؤسسات الصحية الخاصة، الطب الاستعجالي، التغذية في تونس، الصحة والعلاج بالمياه المعدنية والصناعات الصيدلانية. القطاعات هذه المختلفة نتاعها في ظهرها هناك مجموعة كبيرة من الاستراتيجيات وهناك مجموعة كبيرة من المخطط، لكن عرفتوا كيما واحد مثلا ينظر وحده يخدم وحده وشعب عايش وحده، يعني ثم اختلال كبير ما بين الاستقبال نتاع المعلوماتيات، خاطر في الاخر انت تنظر على شكون من المفروض تنظر على شعب يكون ملم بأبسط القواعد الأساسية، هنا نلقاو هناك جهل، مش نعتبروها جهل مبرمج على مستوى المجتمع التونسي في عديد من النقاط. والأدهى والأمر أن الناس الذين بالمواضيع هذه تشهد كذلك في بيدها جهل في الأهداف الاستراتيجية لمختلف البرامج، يعني نلقاو ناس تخطط في مجالات ثم نلقاو الناس اللي طبق ما عندهاش فكرة على الأهداف معناها اللي مش وصولها، في نفس الوقت نلقاو شعب كامل يتلقى في هذه البرامج بدون يكون عنده أدنى فكرة على اللي قاعد صاير على مستوى الدولة نتاعو. على مستوى الإحصائيات تأكد أنه على مستوى التكوين القاعدي هناك صحوة على مستوى تونس وتطور في تكوين الإطارات من أطباء من صيادلة من إطار شبه طبي، ولكن في نفس الوقت نلاحظوا عقم تكويني، يعني نلاحظوا أنه على مستوى التكوين هذايا وهذه نشهدوها في عديد من المجالات التعليمية نلقاو ضعف كبير ياسر في المستوى التعليمي اللي تخرجوا به، ثم في نفس الوقت عدم تقارب ما بين الأفكار اللي يلوجوها الناس على مستوى حياتهم وفي نفس الوقت على مستوى المخطط الاستراتيجية المعتمدة في هذا المجال. بالنسبة لتفاوت الخدمات الصحية بين المناطق وبين القطاعات هذا معروف، وزاد في الطين بلة على مستوى تعميق الوضعية الكارثية اللي تشهدها تونس على المستوى الصحي. اليوم نشاهدوا أنه يعني ثم مناطق تشهد زخم كبير جدا من المساحات كما سفاقس، ونقول سفاقس يعني حوالي 20 كيلومتر مربع فقط، في نفس الوقت نلقاو مئات الكيلومترات المربعة ما تلقى فيها حتى أبسط خدمات صحية. التفاوت هذايا كما نلاحظوا على المستوى الخاص كما نلاحظوا على المستوى العام، واللي من المفروض المستوى العام يكونش القطاع العمومي من المفروض ما كانش يتردد بالكيفية هذه، ويعود أساسا لعدم وجود أي استراتيجية على مستوى نقول شيء تنظيم، لكن على مستوى التطبيق نلاحظوا خلل كبير وتفاوت كبير في هذا المجال. بالنسبة للواقع نتاع البنية التحتية بالنسبة للصحة في تونس عندنا ثلاثة أشياء أساسية.
نلقاو القطاع الصحي العمومي بالوضعية اللي تعرفوها الكارثية اللي لم يقع يعني تطوير المنظومة هذه، ثم أنه الناس مثال إنجاز البرامج على مستوى المستشفيات الجامعية، من المفروض كل 200,000 مواطن يقع إنجاز مستشفى. سادس مثلا وصلنا 1,200,000 المفروض عن 6 مستشفيات وما في حدث لأنه مستشفى واحد، حتى على مستوى المستشفى الحبيب وكيبو الذي شكر يعتبر مستشفى واحد، وهو كان يعني منظومة سياسية فقط ساهمت في عمل يعني اضطراب كبير على مستوى تكوين الإطارات. وهنا اليوم في السادس اللي هي بخلاف أن تشهد 1,200,000 يعني المفروض عن 6 مستشفيات جامعية بحجم الحبيب وكيبو الذي شكر مجتمعين مع بعضهم، نلقاو كذلك جميع الجنوب الوسط وبما فيه اللاجئين الليبيين كلهم يصبوا في ساقس، وضعية تستقبل تقريبا 5 مليون نسمة في قاعدة لا تتفاوت 200,000 شخص. في نفس الوقت على مستوى القطاع الصحي الخاص لاحظوا اضطراب كبير في عملية المراقبة والتوزيع، وعلى مستوى التجهيزات الطبية الثقيلة باستثناء الأشياء اللي نستوردوها طبقا لمعايير خارجة على المنظومة التونسية، نلقاو هنا خلل كبير ياسر في التعاون بين مختلف القطاعات. اليوم وقت نقول المهندس بعيد ياسر على القطاع الطبي، وقت نقول طبيب بعيد ياسر على القطاع الهندسي، وقت نقول محامي بعيد ياسر على القطاع الصناعة. وانت ماشي هنا المنظومة هذه ما تمشيش، تصعب ياسر أحداث قفزة نوعية في هذا المستوى. وإحنا نحكيه في هذا المجال على مستوى التجهيزات الطبية الثقيلة، اليوم في مناطق على المستوى الدولي نشهد يعني إنجازات فائقة الجودة والروعة اللي هي تمكننا من يعني نقل نوعية تامة على مستوى تقديم الخدمات الصحية. نعرف اليوم أنه عند وقوع يعني سواء كان بالنسبة لنا على مستوى وقوع على مستوى التفاوت، قلنا لو كان ناخذ مثلا منطقة كما الصعيد مثلا تل أبيب اللي شهدت قفزة نوعية في التعاون ما بين الأطباء والمهندسين في محاولة للضغط على ما يعبر عنه بالانترفاليب ما بين وقوع تعكر على مستوى الحالة الصحية أو على مستوى قدوم الإسعاف الطبي المختص. معناها وقت واحد يكون في حالة نقول احنا سليمة ظاهريا تشيش التعكرات الصحية، ابدأ انت احسب له خدم الكرونومتر من اللحظة اللي تبدأ التعكر متاع الحالة الصحية متاعه أو حدوث الحادث إلى حال قدوم الإسعاف الطبي المختص. في تونس فيصل هدايا الزمني بعيد ياسر كل البعد على المستوى الدولي يعود أساسا لمنظومة كاملة موجودة. بالنسبة لإسرائيل توصلوا بالتعاون مع المهندسين لقرار منظومة مراقبة عن بعد، يعني عن طريق ساعة توضع على مستوى المعصمة متاع المصاب، يعني يتمكن المصاب هدايا أنه في مركز مراقبة والمراقبة تتم عن طريق جي بي اس، يكتشف الطبيب في وقت المبكر قبل ما تبدأ له المشاكل الظاهرية، تبدأ أول اضطرابات على مستوى نبضات القلب متاعه تظهر له على الشاشة متاعه في المراقبة، ويلاحظ هنا أنه السيد هذا مش يعمل لنا ذرحة صدرية أو جلطة قلبية بعد 10-15 دقيقة، مازال ما يشتكي بعد من الألم. وهنا مباشرة يعني نفس الصورة اللي تظهر له يعرف التاريخ متاعه، يعني يعرف شنو الأمراض اللي عنده، الأدوية اللي عنده، يشوف الصورة متاعه عنده تاريخ وكامل قدامه، مباشرة مش تظهر نفس التصويرة على أقرب سيارة إسعاف متواجدة، أقرب عن طريق جي بي اس، أقرب يعني سيارة إسعاف تظهر لك وتنطلق السيارة هي مباشرة من أجل تقديم الخدمة الإسعافية بالنسبة للمصاب هذايا. في نفس الوقت مع التنسيق مع وزارة المواصلات جميع الأضواء في الاتجاه كي تصبح خضراء واللي يصبوا عليهم كل يصبحوا حمراء. المصاب مازال ما قالش أحكي من قولها، يحل الباب يلقى قدامه أطباء يستنوا فيه، مازال العملية هنا
قفزة نوعية على مستوى استعمال يعني القدرات التكنولوجية في سبيل الضغط على اليوم. إذا نعرفوا أنه على 800 تقريبا 80 يعني حالة سكتة قلبية في تونس من يوم كان شيء 4 أو 5 يعني وضعية كارثية مقارنة بإسرائيل يمنع ما يقارب 85%. ونفهم هنا الدور الكبير للتكنولوجيا في تقنين هالعمليات، في نفس الوقت في تطور عمليات زرع الأعضاء وعمليات التبرع بالدم بالنسبة لنا على المستوى الدولي. يكفي مش نعرفوا أنه اليوم بالنسبة لنا مش نشوفوا احنا هنا نشر الثقافة والدور الكبير متاعنا اللي مطالبين به باش نقوموا به، فما فرق كبير ياسر على مستوى العمل اللي قاعدين نقوموا به على مستوى تقديم الحركات الإسعافية. يعني يكفي أنك توقف نزيف يصبح عندك إمكانية أنك تمشي تربح تبرع متاع دم على المستوى الدولي. اليوم وصلوا يصدروا الدم في الوقت اللي احنا بالنسبة لنا يموتوا الناس لنقص الفادح على مستوى التبرع بالدم، وهناك كيف هناك عدة برامج على هذا المستوى. بالنسبة لنا احنا على مستوى الأمراض والآفات المستجدة في العالم، عنا الأمراض المستجدة، وتقول أمراض مستجدة يعني جديدة علينا، دخلت علينا جديدة، كيف مع أن حتى تفكر عليها باستثناء بعض الومضات السطحية اللي يقع إنجازها كما أمراض السيدة عفانا وعفاكم الله، كما الآفات المستجدة على مستوى يعني التنوع. اليوم احنا نعيشه في مجتمع تبدل تغير، ولكن الأفكار ما تبدلتش. اليوم نعيشه في مجتمع يغلب عليه طابع الإشعاعات النووية في كل المجالات، يغلب عليه طابع المواد البلاستيكية والمواد المسرطنة اللي نلقاها يعني متوزعة بكيفية كبيرة. هناك تلوث كبير على مستوى المياه المحيط والهواء وكذلك التربة. في نفس الوقت نلقاو عنا عجز على مستوى التعامل مع كل نهي نفايات، وهذا كله يعني نسمع كان شيء خطط استراتيجية سورية لكن لا نجد لها نتيجة على مستوى الواقع متاعنا. الأفات المستجدة نخليه كذلك التدخين والمشاكل متاعه، وتقعد كيما تنظير. بالنسبة لي عملنا حملة من عام 2009 ل 2011 حملة لمكافحة التدخين، كنا 41% مدخنين في تونس، أصبحنا 62%. يعني هنا نقاط استفهام على الاستراتيجيات التي يقع على اعتماد نتاعها. نفس الشيء سنة 1996 انطلق برنامج وطني لمكافحة تسوس الأسنان وأمراض الفم والأسنان، وصلنا اليوم من 33% من الشعب التونسي أسنان مسوسة إلى 64%. نقاط استفهام متعددة على جدوى نتاع البرامج اللي طرحها. نفس الشيء على مستوى المخدرات، هو اليوم ملاحظة المعلوماتيات اللي نستقيها اليوم هي سطحية نوعا ما. لازم نعرف أنه الماضي يعني منذ 2001 و2000 سجلنا ارتفاع في نسبة تعاطي المخدرات في تونس. لازمكم تعرفوا أن اليوم تونس تعد 311,000 متعاطي مخدرات من الشباب نتاعها، وهو رقم مهول تقر وزارة الصحة العمومية. في نفس الوقت اللي الشعب الكل يقعد بدون أي تصرف وبدون أي تقديم لأي مشاريع يعني يمكن تقوم بتغيير هذا المجال. نفس الشيء على مستوى البواسون انرجيتيك، يعني المشروبات ذات الطاقة الكبيرة اللي تسجل دخولها بقوة خاصة لدى الجنس اللطيف بتحول المقاهي إلى قاعات شاي، وتغيير الكلمة تصبح هنا سحر كبير فتشبد عدد كبير، وهنا نلقاو يعني إصابات بالجملة وتسممات بالجملة وحالات أصلا يعني سكتات قلب وسكتات رئوية. على مستوى الآفات المستجدة نلاحظ كذلك يعني اليوم بتواجد العطورات والمواد التجميل، وفيها أعداد كبيرة جدا من المواد المسرطنة، كذلك تواجد مادة الجيلاتين على مستوى الأكلات، تواجد ليزومبلاج معناتها ميتاليك اللي قاعدين يستعملوا بكيفيات رهيبة جدا على مستوى هذا المجال. نفس الشيء العلب البلاستيكية وما شابه ذلك، هذا كله يهزنا إلى اتجاه خطير جدا على مستوى الواقع بتاعنا بين الصحة والمرض والحادث. الفرق بيناتهم بين المرض والحادث أنه المرض ينطلق من داخل يعني بدون حتى عنصر خارجي يأثر عليه، في نفس الوقت على مستوى الحادث يكون ثم عنصر خارجي. الفرق بين المرض والحادث حتى يجوز نحن بحاجة إلى منظومة كاملة. على مستوى المرض هنا سجلنا تقريبا 8 نقاط أساسية
للاسف معناها ما حدش قاعد يخدموا في خدمه كبيره ياسر. اولا الوقايه، والوقايه خير من العلاج، وهنا تطلب منا شعب مثقف في الوقت اللي الشعب بتاعنا ما يعرفش حتى يغسل يدين، ما يعرفش حتى يغسل يدين. يعني عندنا وضعيه كريتيه وابسط قواعد ما نعرفوهمش. خلي انت تحب تقي نفسك وتقي الشعب هذه من امراض خطيره جدا، شيء بعيد ياسر على مستوى الواقع. البحث العلمي هنا يدخل دور كبير ياسر ليكم انتم ونعملوا عليكم ان شاء الله في المستقبل من اجل احداث قفزه نوعيه في هذا المجال على مستوى الفحص المبكر والدوري. بالنسبه لنا ما يمشي الانسان يعدي او يمشي يعني يعمل تحاليل او صور الا اذا هو يعني يوصل لمرحله نتاع المرض او الحادث. في نفس الوقت اللامركزيه في توفير المستشفيات والمساحات ودعم القطاع العام ومراقبة القطاع الخاص، وهنا دور كبير ياسر للكليات والتعليم العالي، توفير العلاج وتصنيع الأدوية، التغطية الاجتماعية وكذلك الثقافة الصحية والنشر متاعها. بالنسبة للحادث العكس يصبح في مراقبة المخادر والتدخل الإسعافي. هذا الكل هزني على مستوى الاقتراح هذا المشروع. مشروع هذا نخدم عليه كما قلت لكم ديته منذ 24 سنة وتواصل إلى غاية تقريبا يعني دينا في 2008 العمل عليه. الخطوط العريضة للمشروع هذا يعتمد أساسا على نشر البرنامج الدولي CBFHA للمنظمة العالمية للصليب والأحمر الدولي، وقمت بإعداد النسخة التونسية نظرا لاختلافها مع النسخة الموجودة على المستوى الدولي. هذا البرنامج اللي وقع شلو تصور من 2004 إلى غاية 2010 تشل تماما في تونس، نظرا لأن النسخة بتاعه تشمل الصورة كما لاحظتوها والنظام قام بالاحتفاظ بها تصور من أجل الصورة الأولى لوجود يعني لباس معين، فوقع حجز منظومة كاملة لمقاومة يعني آفات وأمراض لمجرد صورة بفضل وزارة الداخلية في عملية يعني تعتيم كامل على مستوى برمجية مهمة للغاية على مستوى التكوين بتاعنا. هنا وقع الاعتماد على الدليل بتاع الإسعافات الأولية للصليب والهلال الأحمر الدولي، وتمت العملية مش هذا هو البرنامج اللي قمنا بتقديمه يعني في 2008 و 2009، وللأسف شد يعني ريزيستانس كبيرة ياسر في التطبيق بتاعه بالرغم من أنه كان مطابق للمواصفات التونسية وكان قابل للتطبيق، وهو مازال طبق قابل للتطبيق في أربع مجالات أساسية يعتمد أساسا على المحور مجابهة الكوارث، الإعداد التكوين والتثقيف الصحي، التكوين في الإسعافات الأولية، وتدريب المجتمع على مسيرة الكوارث والأزمات. بالنسبة لنا على مستوى هذا تقريبا برنامج كامل. هنا إنجاز النموذج التجريبي اللي وقع في بير علي بن خليفة على مستوى سنة 2008 وسجل به الحصول على المرتبة الأولى على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، لكن كيف وقع الشلل بتاعه في الوقت اللي هو كان يقدم خدمة كبيرة ياسر وبالتعاون مع المنظمة العالمية للصليب الأحمر الدولي والمفوضية العليا. هذا كله وقع تقديمه يعتمد على ستة برامج أساسية للصليب والهلال الأحمر الدولي والهلال الأحمر التونسي، وهو البرامج الشبابية والنشر والصحة والبرامج الاجتماعية ومجابهة الكوارث والتكوين في الإسعافات الأولية. كانت البرنامج يعني ثري للغاية في هذا التكوين، ووقع يعني بالتعاون مع عديد من البرامج في مستوى يعني انجازه وشد نجاح كبير على مستوى التطبيق نتاعو، وحبينا يقع تعميمه على المستوى الوطني بالنسبة للعديد من الأشياء. نفس الشيء في تطبيق أول عملية بيضاء استثنائية صارت في شمال أفريقيا، ومن المفروض كنا نسجلوا يعني قفزة نوعية في بعد هذا الشيء، لكن للأسف هنا لصعوبة يعني المرور من مجرد الفكرة إلى التطبيق يصبح مع التعامل مع اللوجستيكية العامة للدولة تصبح العملية شبه مستحيلة. على كل حال اللي في الوقت نواصل بالنسبة أعطيكم البرمجية العامة على مستوى الشراكات اللي كانت متواجدة لغاية اليوم مستعدة للتعامل معنا في تونس من أجل معناها دعم هذه البرامج. والبرامج هذه ثمانية برامج كما تشوفوا، يعني نشر البرنامج الدولي CBFHA، إنجاز النموذج التجريبي، برنامج المخزن الاستراتيجي في تونس، معنا حتى مخزن استراتيجي ولا لاحظناه أثناء الأزمة التونسية ولا أثناء قدوم الأخوة الليبيين والأشقاء في تونس، وهنا الضرر اللي قاعدين تشوفوا فيه اليوم
الغلاء بتاع المعيشة يعود أساساً لهذه المشاكل اللوجستيكية. يعني لو كان هناك مخازن استراتيجية وكان هناك خطط استراتيجية للتعامل مع مثل الأزمات ما كان نصل إلى هذه الوضعية اللي طيلة 4 أشهر تقريباً. كنت رئيس لجنة وطنية متابعة الأزمة الليبية، حاولنا نتحكمه لكن مباشرة بمرور إلى يعني الفوضى، قولوا إحنا العار اللي صار هنا الفوضى ما تولدنا إلا المشاكل اللي قاعدين ناخذ فيها. بطبيعة الحال تطويع الاستراتيجية العالمية 2020، ثم بالنسبة لنا دعم التأمين بقاعدة الوقاية السلامة المجاعة والأمان ودعم البحث العلمي في المجال الطبي والصيدلي. هنا وقع إعداد النموذج قدمناه سنة 2013 ليحظى بالموافقة، في نفس الوقت استراتيجيات لوجستيكية لتطوير قطاع الصحة. تقريبا هذا كان أهم البرنامج، هو برنامج يعني حاولنا يعتمد أساسا على المواطن، يعني الرقي بالمستوى نتاعو على مستوى نشر ثقافة، ثم بالنسبة لنا إعداد البرامج اللوجستيكية الاستراتيجية بالنسبة لمنظومة الدولة التونسية، ثم بالنسبة لنا احنا محاولة اقحام عديد من الاختصاصات كما اختصاصات الهندسة. وفي هذا المجال يمكن تعاملنا نقلة نوعية بالنسبة للخدمات المستقبلية في تونس. شكرا.